طيب اللي قدامي دي اللي هي المنقلة البيفل بروتراكتور اللي هي، انا معلش بس عشان امسك كده. طبعا كده انا قافل كده الزاوية صفر، هي كده واقفة على الصفر بالظبط، الفكين منطبقين مع بعض. لو جيت بصيت هنا هلاقي يعني، بس انا مش ظابط بايدي، المفروض ان الصفر يقف على الصفر، بس هي طبعا انا ايه ايدي مهزوزة طبعا. اوكي كده الصفر وقعت على الصفر، كده تبدأ الزاوية تتحرك، كده في زاوية اهي، كده انا عملت زاوية. طب عايز اقيس الزاوية دي، المفروض اللي هي الزاوية دي السداسية بتاعت الشكل السداسي، المفروض ان انا بقعد احرك احرك احرك، لازم الفكين ينطبقوا على بالظبط كده بالظبط. ان شاء الله ارجع دي بقى ورا، اودي دي قدام، دي ورا دي قدام كده، المهم دول ينطبقوا في الاخر على الزاوية اللي عايز اجيبها. اهي كده اودي دي قدام كده وارجع، عشان انا مش مالك بس عشان ثانية واحدة كده بالظبط كده، المفروض الفكين انطبقوا على، طبعا ده بيتحرك قدام ورا عشان يقفل، وبيلف وده برضو بيلف معايا. اوكي لو جيت بصيت هنا هلاقي تقريبا الزاوية دي مظبوطة، انها المفروض 60 يعني زاوية شكل سداسي. طبعا ده بس عشان ايه مش قافل قوي، فهي عاملة حاجة و60. المهم انتوا فهمتوا بس ايه الفكرة انا بقيس ازاي يعني. اوكي كده حاجة و60، واشوف تحت كده انا اسف حاجة و50 تمام مش مظبوطة قوي، وبعدين اشوف مين اللي منطبق تحت بقى في الاتجاه اللي هو ايه الاتجاه ده، الاتجاه ده امشي كده يعني، امشي في الاتجاه دوت اللي هو عكس عقرب الساعه، اشوف مين اول واحد دقيقه تحت منطبقه. زي ما قلنا القرايه بقى، انا مش هقول القرايه بتعمل ازاي، احنا قلناها، بس انا بوريك الشكل وازاي بتقيس يعني. اوكي